حكيم، ممن تعلمت الحكمة؟ قال: من الرجل الضرير. قيل: لماذا؟ قال: لأنه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق بعصاه. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم في جولة جديدة ولقاء جديد في عيادة الصحة. النهاردة إن شاء الله في عيادة الصحة هيكون معانا ضيف، وهو الدكتور علي محمد السنوسي، طبيب بشري متخصص في العلاج بالأوزون والطب التكميلي، وأيضا عضو الجمعية المتعلقة بالعلاج بالأوزون. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك، مشرف اللقاء. ربنا يكرمك. طبعا كلمة العلاج بالأوزون مصطلح ممكن يكون بعض الناس مش عارفينه. العلاج بالأوزون إيه هو الأوزون؟ ده اللي نعرفه من الدكتور علي، ولكن أنا عايز أقول الأوزون هو الأكسجين. الأكسجين طبعا ده يعتبر أهم، 90% من طاقة الجسم لازم أكسجين. الإنسان لا يحيا دقائق معدودة بدون أكسجين في جسمه. الأكسجين هو الشيء الأساسي في جسم الإنسان، اللي لما يكون موجود بوفرة أو بشكل جيد بتكون أعضائه كلها إن شاء الله كويسة. طيب إيه حكاية بقى العلاج بالأوزون؟ إن بعض الناس بيكون عندها بعض الأمراض البكتيرية، الفطريات، الطفيليات، بعض مرضى السكر، بعض مرضى الضغط، بعض الأمراض المزمنة، هل من الممكن إنها تحتاج إلى الأوزون كعلاج أو كطب تكميلي مع الطب المبني على الدليل، هو الطب البشري المبني على الدليل؟ طبعا الدكتور علي هو طبيب بشري، ولكن هو يعمل في مجال الطب التكميلي والعلاج بالأوزون باعتبار أنه هو الطب المكمل للعلاج أو العلاج الكيميائي أو العلاج الخاص بالأطباء. وبناء عليه إن شاء الله هنتعرف مع الدكتور علي على فكرة العلاج بالأوزون وماذا يفيد الأوزون. دكتور علي، الحديث معك، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا الأوزون هو أحد أشكال، أو العلاج بالأوزون هو أحد أشكال الطب التكميلي. ليه سمي طب تكميلي؟ إن هو في علاج اللي هو الدوائي أو الكيميائي العادي اللي هي الأدوية والمستحضرات الطبية يعني، وفي أدوية أو في علاج تاني بيكمل هذا العلاج بيساعد معاه، تمام؟ من ضمنها الأوزون والعلاج بالإبر الصينية والحجامة، وأحد أشكال هي اللي بيسموه برضو الطب البديل. نعم. العلاج بالأوزون هو يعتبر أرقاهم أو هو أقدمهم من حيث الثبات الطبي أو الوجودي كعلم في مجال الصحة العالمية عامة. تمام. بدأ العلاج بالأوزون سنة 1870 على يد عالم ألماني اسمه ليندر. بعد كده ابتدى استخدامه طبيا فعلا في الحرب العالمية الأولى. لاحظوا أن الجنود الألمان اللي بيعالجوا جروحهم بماء المطر، الجروح بتلتئم سريعا أكتر من اللي بيعالج بيغسلوا الجروح بتاعتهم بماء النهر. لما خدوا الميه حللوها اكتشفوا ميه المطر، اكتشفوا ان فيها اوزون، تمام؟ هو اللي بيسرع سرعه التئام الجروح يعني. ايه هو الاوزون اصلا؟ الاوزون ده O3، الاكسجين O2، الاوزون O3، تمام؟ نعم. زي ما حضرتك تفضلت بالمقدمه يعني وقلت ان طاقه الخلايا كلها بتاعت الجسم او 90% من طاقه خلايا الجسم كلها بتستمد من الاكسجين. نعم. بمعنى اصح ان لو الاكسجين نسبته قليله في الدم، خلايا الجسم مش هتقوم بدورها الطبيعي او على اكمل وجه. نعم. نسبه الاكسجين قدرت في الغلاف الجوي من منذ القدم بنسبه 50%، نسبه الاكسجين بالنسبه للغاز الجوي او الغلاف الجوي ابتدت تقل لغايه ما وصلت في بعض المدن دلوقتي لحد مثلا 10%، بعض المدن اللي هي فيها التلوث بكميه كبيره يعني. طبعا ده بيهدد بصحه الانسان، ان زي ما احنا قلنا طاقه الخلايا بتاعت الجسم 90% بتستمد من الاكسجين، تمام؟ طيب ايه علاقه الاكسجين بالاوزون؟ الاوزون رمزه الكيميائي الف 3 بالعربي او بالانجلش O3، الاكسجين O2. فالاوزون طبعا الناس كلها عارفه يعني اعلاميا او عن طريق الاعلام يعني ان في حاجه اسمها طبقه الاوزون، اللي هي الطبقه اللي بتحمي الغلاف الجوي الكره الارضيه من الاشعه الاضرار السيئه للاشعه اللي هي الفوق بنفسجيه، تمام؟ اللي هي الالترا فايلوت ريز. فده الاوزون اللي هو الطبيعي، ده بيولد او بيبقى متواجد من خلال الاكشن او التفعيل بتاع البرق، شراره البرق على الغلاف الجوي او الاكسجين الموجود في الغلاف الجوي، فالاوتو بتنفصل لاو والاو وتتحد باوتو جديده تعمل O3 اللي هي بتكون طبقه الاوزون. طيب عشان كتير من المرضى بيقول لك طب انت بتطلع تاخد شويه اوزون وتنزل يعني تعالجنا بيه، لا، هو الاوزون بيولد هنا صناعيا عن طريق الاكسجين اللي هو الاوتو من الاسطوانه بتاعت الاكسجين بتاع العمليات، وبيعدي بيتمرر على جهاز اللي هو الاوزون جنريتور بيكسر الاوتو، برضه نفس الاكشن بتاع الجهد الكهربي بيكسر الاوتو لاو والاو، وكل اوتو تتحد باوتو داخله جديده من الاسطوانه تعمل الاسري. نعم.
الاوزون بنشمه في ريحه المطر، بعد المطر ما بينزل نعم بنشمه على ريحه، على الشواطئ الناس بتقول لك دي ريحه اليود، لا ده مش ريحه اليود، دي ريحه الاوزون. الاوزون بيولد في فوق في الغلاف الجوي عن طريق زي ما قلنا البرق على تاثيره على الاكسجين، بيولد برضو في الامواج لما بتصطدم بالصخور برضو بتعمل شراره كهربيه او جهد كهربي بيكسر الاوتو برضو ويكون غاز الاوزون اللي احنا بنشم ريحته على شاطئ البحر. ده ايه هو تعريف الاوزون عشان الناس يعني اللي هي بيبقى عايزه تعرف ايه هو الاوزون، ايه غاز الاوزون ده عباره عن ايه، او العلاج بالاوزون عباره عن ايه. هو علاج بالاكسجين النشط، تمام. من اسمه نقدر نستنتج ان هو احد اشكال الطب النقي، بمعنى ان هو ملهوش اي سايد افكت، ملهوش مضاعفات جانبيه. احنا بنستخدم اكسجين، مفيش كيميكالز، مفيش مواد كيماويه ممكن يبقى ليها اعراض جانبيه او مشاكل صحيه مع بعض الامراض يعني. تمام. طيب يعني انا سوف اعيد ما قاله الدكتور علي بشكل ابسط شويه. طبعا هو كلام علمي قوي، ولكن بس قبل ان اعيد، كان المفترض النهارده يكون معانا الدكتور عمرو السعيد، طبعا استشاري ودكتوراه علاج الالم، في الحقيقه كنا نسعد بلقائه معانا النهارده، ولكن نظرا لظروف عمله ما قدرش ان هو يكون موجود معانا، فان شاء الله باذن الله نامل يكون معانا في حلقات قادمه حتى نستفيد بشكل جيد جدا من الطب الحديث في علاج الألم اللي الناس كلها بتعاني منه إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. عودة بقى لما قاله الدكتور علي، الأوزون عبارة، يعني هو بيقول إن الأوزون ده عبارة عن طبقة الجو العليا، في حاجة اسمها الأوزون، وده نتيجة إن في أكسجين بينقسم، صح كده؟ تمام. إلى حاجة اسمها أوتو، حاجة اسمها أوفري، أو واحدة هو جزيء الأكسجين رمزه الكيميائي أوتو، نعم، فهو الجزيء نفسه بينفصل لأو والأو، نعم، والأوتو اللي هو اللي هي بتتحد مع مع او الاول اللي هي الذره وبيكون اسري، بيكون الاسري، وده بيتم بشكل صناعي ان هو بيتعمل هذا الاوزون. طبعا ده رائع جدا 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 لما الانسان يعني ياخد اكسجين نقي. يعني انا اعرف بعض الفنانين، مش هقول عليهم مين، بيشرب يوميا على الصبح اوزون مجازا يعني أيوه. يعني فيها معناه كده يعني، ده ولذلك هو دلوقتي معدي ما شاء الله دخل على 90 سنة، وتبص في شكله بسم الله ما شاء الله تحسه يعني في العشرينات. خلاص طبعا الناس عرفوه كده على فكرة. الناس عرفوه كده خلاص. الناس كده عرفته. نعم. يعني أنا عايز أقول إن الأوزون ده فعلا حاجة جميلة قوي قوي، ولكن تعالوا بقى نتكلم بشكل عملي خالص. إيه بقى المقصود من الحلقة دي؟ وإيه المقصود بالأوزون؟ وهل ده هيفيد الناس ولا لأ؟ الناس مريضة، الناس عندها أمراض، هل الأوزون بيفيد في علاج الامراض؟ طيب قبل ما يعني، انا استاذ كيلاني مخرجنا الجميل محمد الكيلاني، كان في يعني في بعض التقارير موجوده عند حضرتك، لو في تقرير، طب لو جاهزين نعرض التقرير عشان نتكلم على ضوء التقرير ده بعد اذن حضرتك. النهارده معانا تقرير مصور جديد من العياده، معانا الحاجه كماليه. الحاجه كماليه كانت مريضه عندي بتتعالج من حوالي سنتين، كان عندها انسداد في الغدد الليمفاويه وعملنا لها قرح صديديه وفي مشط بقى في قدمها كلها في رجلها الشمال لحد الوسط كده. هي معانا ان شاء الله هتوضح الحاله بتاعتها وتحكي القصه بتاعتها. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا كنت تعبانه جدا ولفيت على جميع الدكاتره بره، ورحت اكتر من مستشفى، اكتر من 3 4 مستشفيات، وانحجزت في الحميات 25 يوم، وبعد كده مشوني قالوا لي مالكيش علاج عندنا، وكنت تعبانه جدا وجاتني حاله نفسيه، ولغايه ما وصلت انا اخد برشام ترمادول علشان خاطر يسكن الالم عندي، والحمد لله رب العالمين بفضل الله ثم بفضل الدكتور علي ربنا عطرني فيه، والحمد لله بقى يعمل لي جلسات، والحمد لله رب العالمين النتيجه بانت بعد 3 4 جلسات، وهو كان قايل لي النتيجه هتبان بعد 10 جلسات، بس الحمد لله النتيجه بانت بعد 3 4 جلسات. كان جسمي كله بيخر ميه لدرجه ان انا كنت اروح اي دكتور كانت بتجيلي حاله نفسيه من الميه اللي كانت بتنزل من رجلي ومن جسمي، والحمد لله رب العالمين انا دلوقتي كويسه جدا، بس دلوقتي جالي التهاب في الاعصاب، وجاي عاشور الدكتور علي عشان خاطر يعني يشوف لي حل يعني للالتهاب في الاعصاب، والحمد لله رجلي نشفت وما بقاش فيها ميه ولا اي حاجه، حتى الحمد لله بقت كويسه جدا الحمد لله، من اول ضفر رجلي لغايه
مفصل رجلي من فوق. كل دي كانت اثار الاثار للقرح. كل دي كانت اثار للقرح. كانت قرح صديديه. اللحم كان بينزل والحمد لله رب العالمين بقت كويس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هي طبعا كان عندها حاجه اسمها انسداد في الغدد الليمفاويه، كان الجلد ده عباره عن زي على عين العنب كده، كانت كلها زي حبوب كده، وطبعا كان كله قرح صديديه. الحاله دي طبعا من الحالات الصعبه جدا، لدرجه ان هي بنتها كانت بتحكي لي انها كانت بتبعت صور الحاله بتاعتها للدكاتره، كانوا بيرفضوا حتى ان هي تروح تكشف، بيقولوا ما عندناش حل للحاله دي. بفضل الله الحمد لله يعني احنا عملنا لها جلسات، قلنا نجرب ونحاول معاها، وعملنا جلسات والحمد لله يعني في مسافه جلسات قليله القرح قفلت ابتدت تقفل والجلد ابتدى يرجع بشكل طبيعي، وهنرفق برضه مع التقرير صور الحاله بتاعتها قبل التحسن ده الحمد لله يعني. وان شاء الله هي جايه النهارده تعمل يعني جلسات تنشيطيه كده للدوره الدمويه، اللي عندها طبعا التهاب في الاعصاب الطرفيه نتيجه قصور الدوره الدمويه، وان شاء الله باذن الله تتحسن معانا عند الاستاذ زي ما اتحسنت المره الجايه ان شاء الله، المره اللي فاتت ان شاء الله. احنا اتشرفنا بحضورك معانا في العياده، وان شاء الله ربنا يقدرنا على خيرك وربنا كده يجعلك للناس الغلابه دايما، اللي ربنا يشفيهم على ايديك ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله مع تقرير جديد ان شاء الله في قريب العياده. طيب كده وبشكل عملي شفنا تقرير يعني بيشير الى علاقة الاوزون باحدى الامراض، يعني هنسمع بقى من الدكتور علي. اتفضل يا دكتور. هي الحاجة كمالية بصراحة، انا دايما الطب التكميلي الناس بتلجأ له لما يكون الطب المبني على دليل. لا هو الاوزون برضه مبني على دليل، بس هي الفكرة في ان الناس مش خليني عند جملة قالتها الحاجة. أيوه. جملة بتقول كل الاطباء قالوا يعني مالكيش علاج عندنا. بالزبط. ده بيحدث. هل ممكن طبيب يقول لمريض انت كده انا معاك مش حالتك دي عندي ولا ايه؟ انا تقريبا 95% من المرضى بتوعي بيبقوا حالات هوبليس كيس، حالات ميؤوس منها، بمعنى ان بيبقوا راحوا للدكاتره لف على كذا دكتور. حالات مثلا زي القدم السكري بيقولوا لهم لا ما فيش حل لازم بتر. حالات زي الحاجه كده كمان، الحاجه كمان المرض بتاعها كان اول مره اتعامل معاه. زي ما قلت في التقرير ان هي عندها انسداد في الغدد الليمفاويه، فعمل لها قرح. فعلا كانت بتمشي اللحم بتاع يعني السطح اللي هو الجلد بالسجل اللي خارج السجل اللي تحته بيتساقط منها بيتهتل. وكانت بتقعد في العياده من شده الالم، كانت بتقعد تتالم بتصرخ وهي قاعده في العياده عادي، لدرجه ان المرضى بتوعي كانوا بيتأففوا من الموضوع ده يعني. يعني متضايقين عشانها ومتضايقين يعني مش عارفين يعملوا حاجه، اعصابهم يعني بتتعب يعني. وكانت فعلا بتاخد برشام اللي هو ترامادول ده عشان الالم. للاسف كان الالم عندها كان فظيع جدا. بنتها كانت هي دكتوره كيميائيه يعني تحاليل وكده، فكانت بتبعت صور لحالتها لاطباء كتير جراحه وجلديه وكل التخصصات، بيقول لها لا ما فيش حل. هي فعلا كانت حالتها صعبه جدا. فلما جت قلت لها والله بصي حضرتك يعني ايه هنتوكل على الله، عندك حل تاني؟ قالت لي لا. قلت لها خلاص هنتوكل على الله ونشوف، يعني هنعمل جلسات، نعمل مثلا 8 جلسات كده ونشوف استجابه جسمها للعلاج ايه. وممكن بعد الجلسه الرابعه الخامسه هتوقف عند هذه المساله. حضرتك قلت والله يلا نتوكل على الله، يعني انت ما كنتش عارف النتيجه بالنسبه للحاله اللي جات لك دي انها ممكن تصل لفين، انت قلت بس نجرب مثلا. بالظبط. ما هو حضرتك حاجه اتفضل. المرض بتاعك كان غريب بالنسبه لي اول مره اتعامل معاه. ايه هو المرض؟ هو عندها انسداد في الغدد الليمفاويه وقصور في الدوره الدمويه. والجلد بتاع جسمها يعني اوريدي كان عامل زي عنود العنب كده، زي حبات العنب كده. كان ما كانش مسطح املس كده. لا كان مدور كله كور كده. تمام. كور اللي هو الجلد الخارجي. وكان في قرح صديديه، قرح بتنزل صديد وميه. اللي انت شاورت عليها البيضه دي ده كان ده جلد سليم. ده اثر بتاع القرح دي بقى. فكانت الحاله بتاعتها، انا دايما بتعامل معظم المرضى بتوعي مرضى سكر وعندهم التهاب في الاعصاب الطرفيه، عندهم قدم سكري، عندهم جروح، الكلام ده كله. نعم. فالحاله بتاعتها كانت جديده عليا. فقلتها حضرتك، قلت لها حضرتك انت عندك حل تاني يعني في طريق تاني ممكن تسلكي فيه ان هو للعلاج؟ قالت لي لا، انا كل الدكاتره قالوا لي ما فيش علاج، وهتاخدي تمشي على مسكنات وكده وخلاص. نعم. يعني هي كانت بتعاني من امرين يعني شداد جدا، الالم الشديد اللي فيها ما كانتش بتعرف تنام خالص، والقرح والجروح دي كانت بتمشي رجليها بتقعد تنزل في الجلد وفي ميه كده، كان فعلا المنظر كان صعب جدا. لا اله. انا بحب الحالات دي بقى. بحب التحدي. مش بيحب الحالات دي يعني. لا بحب الحالات اللي هي بيقول يعني الحاله صعبه اللي ملهاش حل. بعتبرها باخدها كده نوع من التحدي معايا انا. في حياتي كده يعني الاتيتيود بتاعي، بحب ان انا اتحدى حاجه تكون صعبه. يعني لما حد يجي لي انا عندي التهاب في الاعصاب ورجليا منمله شويه عادي ما فيش مشكله يعني. انما حالات راحت لفت على دكاتره خاصه حالات القدم السكري والدكاتره اجمعوا ان هي بتر،
وربنا يكتب لها الشفاء على ايديها، دي بتبقى حاجه يعني جميله جدا بالنسبه لي. نعم. فقلت لها حضرتك احنا هنعمل الجلسات، وبعد مثلا الجلسه 7 8 هنبتدي نشوف التحسن او النتيجه. هي زي ما قالت، هي من اول جلسه حسب التحسن. لا هي قالت من ثالث او رابع جلسه. لا هي من اول جلسه الميه قلت. الميه قلت. لا انا قلت لها من رابع جلسه هتحس بتحسن. هي قالت ان هي من اول جلسه ابتدت تحس بتحسن. نعم نعم. الالم ابتدى يهدى، الاذون كمسكن الالم رهيب جدا يعني. هل الاذون له هذا الفعل، فعل السحر؟ هما فعلا كده بيقولوا عليه السحر. يعني هو ساحر يعني؟ ايوه. حضرتك انا بيجي لي ناس بقى 15 20 سنه ما بتعرفش تنام، منهم مثلا ودت المساعده بتاعتي في العياده بقى لها مثلا سنين طويله ما بتعرفش تنام من الم كتفها، وتقعد تعيط طول الليل. نعم. جت خدت جلسه واحده فقط عن طريق الدم، وجلسه حقن في تحت الجلد في الـ في الـ في الكتف، وفي اليوم ده نامت. نامت يعني بشكل ده حقن اكسجين برضه، حقن أسري. أسري. حقن هو أسري. هو الغاز اوريدي اللي احنا بنعالج بيه بيبقى مزيج ما بين الاكسجين والاسري. نعم. تمام. اللي هو الاكسجين والاوزون. نعم. النسبه بتختلف بقى من 1% ل 5% اوزون، ومن 99% ل 95% اكسجين. طيب المعادله دي هتخليه بس ايه، اروح معاك جزئيه. مثلا اي حد لما بيتم عمل عمليه جراحيه وبيتحط طبعا طبيب التخدير بيكون متابع مع الحاله، فبيبقى دايما احنا بنبص على العمليات على قياس الضغط اعلى واسفل اللي هو الانقباضي والانبساطي ونسبه الاكسجين. حضرتك لما بتعالج بالاكسجين او باسري، انت بتزود كميه الاسري في الجسم، المفروض انها كده بتعدي المعدل الطبيعي ولا ايه؟ عايزين نفهمها يعني. طيب. هو المفروض ان احنا عارفين ان 99% اكسجين ده كده انسان زي الفل وتمام، انت بقى بتضيف اكسجين تاني او اسري، ايه اللي بيحصل في الجسم؟ سؤال جميل جدا. نعم. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا الغاز اللي بندخله الدم مزيج ما بين الاكسجين والاسري. نعم. معظمه اكسجين يعني. من من 95% ل 99% اكسجين، ومن 1% ل 5% اوزون. تمام. فالاوزون ده بيخش مع المزيج ما بين الاوزون والاكسجين بيخش الجسم، نسبه الاكسجين بيزيد. بنزود نسبه الاكسجين بس ده لوقت معين، لوقت اللي هو اثناء الجلسه او ما بعد الجلسه بساعه ساعتين. فالجسم بيستفيد بزياده نسبه الاكسجين دي. تمام. تاني حاجه الجزيء الاوزون بقى بجوه بيتحلل او بيتفكك، ان هو غير ثابت كيميائيا، بيتحلل او بيتفكك للاو 2 او 2 تاني وذره واحده اسمها فري راديكال يعني، او الشارد جزيء اكسجين وذره اكسجين. بالظبط. نعم. الذره دي بقى هي اللي جزيء وذره. الناس بيقول لك ايه الكلام ده؟ احنا بنحاول نبسط اللي هو يعني بيتحلل تاني. ذره الاكسجين دي بقى هي اللي بتروح ايه تاكسد الكوليسترول والدهون، وتعمل على تحسين الالاستيسي او المرونه بتاعه الشرايين. نعم. اللي هو دور الاوزون في علاج قصور الدوره الدمويه عامه يعني. وبيحسن كفاءه الجهاز المناعي، ويعني حاجات، وبيسكن الالم يعني، ويستخدم في التخسيس كمان. طب يعني الكلام اللي بيقوله الدكتور علي كلام خطير جدا، بيتكلم عن موضوع الشرايين. وطبعا احنا عارفين ان الناس او كلنا لما بنكبر في السن الشرايين طبعا بتبقى ما فيهاش الاستيستي، ما فيهاش مرونه، وبتبقى ناشفه كده، وبيحدث عن ويحدث بقى العياذ بالله تصلب، ومن التصلب لا قدر الله تحدث جلطات، ومن الجلطات تحدث مشاكل اللي هي الذبحه الصدريه والسكته القلبيه والمخ. يعني موضوع بوابة كبيرة جدا جدا هنروح ناحيتها، طالما انه هو بيعمل الاستيستي او مرونة في الشرايين ده عادة. طيب خلينا نقول برضو قبل بس ما اسيب الحالة بتاعت الحاجة اسمها كاميليا. كاميليا. حاجة كاميليا، كان في ورم شديد قوي في رجلها، ده نتيجة الانسداد في الغدة الليمفاوية ونتيجة قصور في الدورة الدموية؟ لا، هو نتيجه انسداد في الغدد الليمفاويه. تمام. اللي هو في ناس بيسموه المرض اللي هو الالفنتيزيز، اللي هو القدم اللي هي الفيله، ده الفيله. اللي هو مرض الفيل. تمام. بالظبط. هو الاوزون مش هيعالج انسداد الغدد الليمفاويه. هو الاوزون بالنسبه لها عالج المضاعفات اللي ترتبت على انسداد الغدد الليمفاويه. تمام. وعلى قصور الدوره الدمويه. تمام. الجلد بتاعها والانسجه بتاعته كانت ضعيفه جدا، كان في عدوى بكتيريه في القرح، كان في صديد، الدم ما كانش واصل كويس للقرح او للجروح، فبالتالي الجرح ما كانش بيقفل كويس. الاوزون عالج الموضوع ده كله، وصل الدم كويس للقرح والجروح، حسن قوي الانسجه بتاعت الجلد، عالج الالم اللي عندها. حتى حجم رجلها كان قد كده مرتين مثلا تقريبا بدون مضاده. نعم. حجم رجلها قلت كده، هي اوريدي سمينه يعني، هي اوريدي جسمها مليان مش يعني، فرجلها بتناسب، حجم رجلها متناسب مع جسمها. تمام. هو عالج المضاعفات اللي ترتبت على الانسداد. ودي نقطه مهمه جدا جدا. في ايه بقى؟ في امراض بتبقى وراثيه يعني، امراض ليها علاقه بالجينات وكده. الامراض دي معروفه ما لهاش في الطب علاج اصلا. تمام. نعم. في محاولات فيها للعلاج بالخلايا الجذعيه مثلا ولا حاجه، بس هي لغايه دلوقتي ما لهاش علاج ثابت في الطب. الاوزون لو ما بيعالجش الاعراض الامراض دي، فهو بيعالج الاعراض المترتبه على الامراض دي. نعم. يعني مثلا هنقول
في امراض بتبقى ناتجه عن خلل جيني مثلا او امراض بتبقى ليها مثلا زي هنقول مثلا مرض وراثي مثلا بيبقى ليه نسبه في الوراثه زي مرض السكر. طيب في ناس تتصل تقول لي انا انت بتعالج السكر؟ بقول لهم لا انا مش بعالج السكر، انا بعالج الاعراض او المضاعفات المترتبه على مرض السكر. على مرض السكر هو زي قصور الدوره الدمويه مثلا. نعم 90% من مرضى السكر هتلاقي عندهم تنميل، عندهم تنميل في الاطراف. ده ناتج عن قصور الدوره الدمويه. نعم تمام. فالأوزون بيحسن الدورة الدموية. فالمريض بياخد العلاج بتاعه عادي. نعم. هو مش مشكلته ان هو بياخد علاج سكر، هو مشكلته في الأعراض اللي عنده اللي بتخليه ان هو مش عايش انسان طبيعي. نعم. مش قادر يتمتع بحياته بالحركة بالنشاط بالحيوية. فالأوزون بيعالج المضاعفات المترتبة على مرض السكر. في ناس بتخف، في ناس لو مثلا لو السكر بتاعها في ناس ما بتخف، ومعظم الناس ما بتخفش. ليه بقى؟ لان ما هو هقول لحضرتك على حسب مدة المرض. هل انت مثلا بقالك 15 20 سنه فغده البنكرياس عندك ضعفت جدا وماشي على الانسولين؟ انا في الحاله دي هحاول انشط غده البنكرياس شويه، هقلل لك كميه الاكسجين اللي سوري الانسولين اللي انت بتاخدها. نعم. هحسن لك السكر بتاعك، وده بيحصل كتير مع المرضى بتوعي ان هو السكر بتاعهم بيبقى في 400 و500 و300 ابتدوا السكر بتاعهم ينزل 100 وحاجه. بقى طبيعي جدا السكر، الاعراض والمضاعفات بتاعه السكر الموجوده عنده بتختفي. نعم. بتختفي مش بتقل. نعم. لو مريض سكر لسه حديثا بقى له مثلا سنه فاقل، وخاصه لو لسه ماشي على برشام مثلا لحاجه ما وصلش لمرحله الانسولين، في احتمال كبير ان هو يتم شفائه. انا الحالات اللي خفت معايا من السكر تماما كانت هي لسه حديثه الاكتشاف في السكر يعني. لكن اللي هم ليهم تاريخ مرضي قديم في مرض السكر ممكن يعني تبقى المساله بالنسبه لهم بيتحسن الى حد ما بنسبه، مش الى حد ما، بنسبه كبيره، كبيره جدا، بنسبه كبيره، بس عشان عشان ما نقولش بس رساله تشاؤميه للناس اللي متابعانا او بتسمع، لان طبعا معظم الناس عندها السكر ده، حتى بيقولوا اللي ما حللش يعني اللي ما عندوش السكر لسه ما حللش يعني الناس بتبقى خايفه تروح تحلل. لكن الدكتور علي لم يجبني الى الان عن سؤالي، وهو كان سؤالي ان اي جسم لاي جسم بشري او اي جسم كائن حي المفروض ان فيه نسبه من الاكسجين بعيدا عن النبات اللي هو طبعا بيحتوي على ثلث الكربون ده اللي هو عكس الكائنات، فهو هو بيزود او بيحط كميه اكسجين واوزون داخل الجسم من خلال الجلسات. هل الكميه دي ما بتزودش نسبه الاكسجين في الجسم فتعود عليه بالسلب؟ يعني هل هناك تاثيرات جانبيه؟ مين اللي ما نقولوش ما ينفعلكش اوزون؟ جميل برضه حضرتك بتسال اسئله في الجون يعني. نعم انا بقى انا هنا وكيل معي. وكيل المشاهد انا هنا. اهلا وسهلا بيك. بص يا سيدي، هو الاوزون المقوله الشهيره عنه او الحكمه المشهوره عنه ان هو لو ما فاتش ما بيضرش. نعم. تمام، يعني المريض لو خده ما استفادش بيه، وده يعني نادرا لما بيحصل، كله بيستفيد الحمد لله. نعم. ما بيضرش بمعنى ان هو ملوش اي سايد افكت، يعني تاثير جانبي، ملوش اي تاثيرات جانبيه. هو ما بيستخدمش بس في مرضين اثنين. احنا قلنا الاو 3 بينقسم جوه الاوتو والاو اللي هي ذره الاكسجين. ذره الاكسجين بتيجي عند الخليه العاديه وتحول تاكسدها، ففي حاجه اسمها مضادات اكسده موجوده فيها في الخليه، في الخليه بتنشط عشان تدافع عن الخليه. فالخليه بتنشط. مضادات الاكسده دي بيبقى فيها خلل او نقص في المرضى، فبيروح ياخدوها يشتروها من الصيدليات عشان رفع المناعه، يقول لك انا عايز علاج مضاد اكسده. في ادويه بتبقى فيها مضادات اكسده بتفيد المناعه. الأوزون بيعمل الدور ده بشكل غير مباشر، زي الزنك، زي سترات المغنيسيوم، حاجات كتيره جدا يعني. فيتامين سي، الكلام ده كله اللي هي الحاجات اللي غالبا بتستخدم في موضوع الكورونا، اللي هي حاجات ترفع المناعه. بالظبط. نعم. فالاوزون بيحاول ينشط ياكسد الخليه، فالخليه بتنشط. نعم. طيب لو الخليه دي ما فيهاش المضادات الاكسده دي كافيه، فالخليه ممكن ساعتها تتدمر، يبقى فيها اذى ليها. ده بيحصل في ايه؟ بيحصل في مرضين. الماده اسمها جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز. الماده دي موجوده في الخلايا بتاعت الانسان الطبيعي فيما عدا مرضين اثنين، مرض انيميا الفول او الفافيزم، ومرض تضخم الغده الدرقيه اللي هي الجويتر. الناس بيبقى عندها مشاكل في الغده الدرقيه، بيحصل فيها تضخم والانزيمات بتاعتها بتبقى عاليه، بيبقى عندهم نقص في الماده دي في الخليه بتاعتهم. تمام. فما بنديش الاوزون في الامراض في الحالات دي. الحالات دي يعني انت بتشخص كطبيب بشري، بيجي لك الحاله بتشخص الاول لو عنده مثلا اللي هو المرضين دول، تضخم في الغده الدرقيه او انيميا الفول. انيميا الفول ما تقولوش، تقول له ما ينفعش. برضه حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، انا ما بشخص. يعني انا لست اهلا لهذا. انا مش، ده مش دوري. يعني حد جاي لي بيشتكي من حاجه معينه، انا مش دكتور عظام ولا دكتور جراحه ولا دكتور جلديه ولا دكتور بطنه ولا قلب عشان اشخص. انا حضرتك عشان للامانه المريض بيجي لي بقول له حضرتك انت بتشتكي من ايه؟ قول لي مرض وليس عرض. يعني ما تجيش تقول لي انا عندي تنميل في رجلي، لا حضرتك انت عندك السكر، خلاص ان شاء الله هنعالج لك المضاعفات بتاعه السكر.
طب انا عندي بقعد انهج وكذا وكذا وكذا، عندك حساسيه على صدرك؟ انا كشفت دكتور قال لي عندي حساسيه. لا انا عندي نهجان لا حضرتك روح يكشف عند دكتور الصدر او دكتور قلب وقول لي حضرتك المرض بتاعك. كنت طبيب لما دخلت من كليه الطب كنت تخصص ايه؟ لا انا تخصصي اصلا انفكشن كنترول، مكافحه عدوى. مكافحه عدوى ده تخصص فني اداري في المستشفيات. مش ما ما مش مش في العيادات. اما تخصص الاوزون فده انا اخذته من معهد الاورام من 14 سنه. نعم. او 15 سنه. نعم. كورس 3 شهور في معهد الاورام في وحده علاج الالم لمرضى الاورام. تمام. فتفرغت لما شفت الفوائد والخير اللي بيعم على المرضى من العلاج بالاوزون تفرغت فيه، يعني ما حبيتش ان انا احضر حاجات تانية او تخصصات تانية، وقلت خلاص انا دوري كانسان في الوجود ان انا ربنا خلقني او جعلني مثلا مهنه زمانة الطب ان انا اعالج الناس. نعم. انا لقيت الحاجه اللي بتعالج امراض كتير جدا. نعم. بدون اي اعراض جانبيه وبتعمل اثار او مفعول، ما فيش ادويه او شكل تاني اشكال العلاجي. نعم. الاشكال العلاجيه بتاديه، فتفرغت للعلاج بالاوزون يعني. لكن انت عندما تخرجت من الطب كنت مكافحه عدوى؟ لا، ما هو مفيش حد بيتخرج متخصص في حاجه معينه. احنا بنتخرج ممارسين جي بي، ممارس عام. بعد كده بتدي بقى كل واحد بيسلك بقى السكه اللي هو عايز يسلكها بقى. التخصص اللي يعمل دبلومه، يعمل ماستر او ماجستير، يعمل بعد كده دكتوراه. بيختار التخصص اللي هو. فانت حبيت القصه؟ انا ما كنتش حابب اي تخصص من دول خالص. ما بحبش الشكل التقليدي يعني. حضرتك التخصصات كلها، مع كامل احترامي لزمايلنا الاطباء يعني، فكل التخصصات موجوده والدكاتره كتير فيها. نعم. انما انا بحب الحاجه الفريده اليونيك شويه يعني. تمام. فعشان كده حبيت الزون، ان هو انا بحب الحاجه اللي ملهاش اعراض جانبيه. تمام. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا عياده الصحه، ومعنا في اللقاء طيب الدكتور علي محمد السنوسي، طبيب بشري متخصص في العلاج بالاوزون والطب التكميلي، والموضوع يدور حول العلاج بالاوزون. وفي الحقيقه كنا في هذه الحلقه المفترض كان يكون معنا الدكتور عمرو السعيد، استشاري ودكتوراه علاج الألم. في الحقيقة كنا نتمنى أن يكون معنا في هذه الحلقة، لأن طبعا كان في موضوع كبير جدا جدا متعلق بعلاج الألم عن طريق الحقن، ودي يعني علاج برضو ساحر، اللي هي بيسموه كل ده بيسموه الطب الحديث، أو الطب يعني ثورة الطب الحديث في علاج الألم وعلاج مشاكل كتير جدا جدا. ولكن طبعا لسوء حظنا لم يحضر معنا النهاردة علشان خاطر ظروفه، ولكن مستكملين مع الدكتور علي. ماشي، عايز اقول نبذه هنا بس بسيطه. اتفضل. هو احنا المركز بيور اللي انا ودكتور عمرو يعني نتشرف بادارته او انشائه، هو عباره عن حاجه اسمها الطب التجديدي. بنستخدم وسائل جديده من الـ من الـ من الاشكال الطب التكميليه او الغير تقليديه لاعاده بناء الانسجه وعلاج الالم. نعم. دكتور عمرو استشاري ودكتوراه في مجال علاج الالم. نعم. بيعالج خشونه المفاصل والتهاب الفقرات والانزلاق الغضروفي والام المفاصل والام الجسم عامه، عن طريق يعني طرق مستحدثه، من ضمنها برضو ان هو بيستخدم الاسري او الاكسجين والبلازما اللي هي البي ار بي في حقن الالم. نعم. في المفاصل والخشونه بدون اعراض جانبيه برضو، بدون المشاكل بتاعه الادويه والكورتيزونات والمسكنات الاخرى اللي الناس كل التحيه للدكتور عمرو السعيد، ان شاء الله باذن الله يكون بخير ان شاء الله، ونسعد بوجوده معنا. طيب احنا معانا فيديو تاني، انا خليني نتكلم يعني، وهسال بقى للدكتور علي سؤال ولكن يجيب عليه بعد ما نشوف التقرير. يعني مثلا ما يقال أو ما نسمعه عن العلاج بالأوزون، لماذا لا يعمم هذا العلاج أو هذه المسألة بشكل جيد طالما أنها مفيدة؟ وبعدين هو هنا مش بيقول طب بديل، بيقول طب تكميلي. طب تكميلي يعني أنا رحت للدكتور وصلت لمرحلة معينة، فممكن بقى أروح أخذ مثلا زي ما بيقول الدكتور علي، أخذ جلسات الأوزون على اعتبار أحسن من قدرتي، أحسن من كذا ومن كذا. لكن خلينا نعود للإجابة عندما بعد ما نشوف هذا التقرير. أستاذ محمد الكيلاني، نشوف التقرير ونرجع تاني. النهارده معنا تقرير جديد من العيادة، بنصور معنا أحد الحالات المترددة على العيادة. معنا الحاج محمد 83 سنة، وعنده جرح في قدمه، ومعنا مدام آية بنته هتحكي لنا القصة بتاعته إن شاء الله. مساء الخير. انا والدي عنده جرح كبير في رجله، هو ما بيعانيش من سكر، بس الجرح ده كان عامل صديد ولونه كان اصفر لدرجه ان الوتر من الخلف كان باين. دلوقتي بقى الجرح بقى كده، الدمويه بقت بتجري فيه، اللون بقى احمر، ومن الخلف كمان اللحم ابتدى يكسي الوتر. وكمان كان عنده جرح هنا صغير في رجله عامل زي دي كده، بس الحمد لله دلوقتي ما بقتش موجودة اصلا. كان عنده كمان قرحة في ظهره من ورا، القرحة دي في خلال 3 جلسات كانت اختفت، ودلوقتي مستمرين في العلاج مع الدكتور يعني. ان شاء الله. هو
هو الحاج محمد 83 سنه زي ما قلنا، فمع مضاعفات الشيخوخه بيبقى في حاجه اسمها تصلب في الشرايين وقصور في الدوره الدمويه. الجرح ما كانش بيقفل كويس وكان فيه صديد وتلوث، علشان الحجم بتاعه كان اكبر من كده عشان الدم مش واصل كويس. الحمد لله في جرح قفل في مقدمه المشط عند الاصابه، والجرح ده الحمد لله بيلتئم دلوقتي. كان فيه قرحه في ظهره من ورا الحمد لله برده التئمت من اول 3 جلسات، واحنا مستمرين معاه ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله خير وربنا يتمم له الشفاء على خير باذن الله. شكرا. هجاوبك على السؤال برضه. وقطرة الماء تثقب الحجر لا بالعنف ولكن بتواصل السقوط. من أجل التواصل مشاهدينا عدنا إليكم مرة أخرى نتواصل معكم في عيادة الصحة، والدكتور علي محمد السنوسي الطبيب البشري المتخصص في العلاج بالأوزون والطب التكميلي. برحب بيك مرة ثانية دكتور علي. أنا وسهلا بك. طيب أنا في الحقيقة الفيديو ده لما كنت قاعد مع الأستاذ سيد في المونتاج فوق في إدارة القناة، كان شكل الجرح بتاع الحاج محمد كان صعب، حتى أستاذ سيد راح عمل كده يعني، يعني من المنظر يعني كان منظر فظيع جدا جدا، وقال نعمل ايه؟ قلت له طب بس ايه عشان ما يبقاش يبقى الرسالة تصل بصدق للجمهور نعمل بلور، فحطينا بلور كده ما يبينش المنظر، لكن المنظر فعلا كان صعب قوي. دكتور بقى كلمنا عن حالة الحاج محمد. الحاج محمد من احد المرضى بتوعي اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي وبعزهم جدا وبعتبره زي والدي. هو لسه يعني بياخد جلسات. 83 سنة. 83 بسم الله ما شاء الله ربنا يديك الصحة يا حاج محمد. هم شخصيات الهادية جدا الكلام. الراجل حتى ما اتكلمش. الراجل لذيذ جدا. الحاج محمد عنده 83 سنة ما شاء الله، شيخوخة. المضاعفات الشيخوخة بقى من أهم المضاعفات الشيخوخة قصور الدورة الدموية اللي ناتج عن تصلب الشرايين. نعم. الشرايين في السن ده بتنشف ما تبقاش طرية، فمتستوعبش الدم كويس، وبيحصل ضيق فيها نتيجة ترسبات كوليسترول ودهون عليها، دهون ثلاثية، فالقطر بتاع الشريان بيصغر. نعم. فبالتالي الدم اللي واصل بيضعف بيقليل، والكثافه او جريان الدم نفسه بيقل في الشرايين. الكلام ده بنشوفه في مرضى السكر، بنشوفه في كبار السن، بنشوفه في المدخنين، بيشتركوا في الحاجه دي اللي هو بيحصل تصلب في الشرايين وقصور في الدوره الدمويه، الدم اللي واصل الاطراف. هو ما عندوش سكر تمام، لكن عنده شيخوخه دي بتؤدي نفس المضاعفات او الاعراض والمشاكل بتاعت مرضى السكر. طبعا الجرح بتاعه انت حركت طول المنظر ده وكان متعب نفسيا ليكم. لا حركت ده، هو حركت مش شفتوش لما اتحسن. ده كان بعد 50% من التحسن. ده في جرح تاني في كعب الرجل من الخلف، الجرح ده كان واصل للوتر اكيلس او وتر اخيلس اللي هو الوتر الاول الرئيسي في الكعب الرجل من ورا. الوتر ده كان ظاهر طالع كله بالكامل، وفي انسجه منه في متفتله ومتعفنه وعامله ريحه صعبه جدا. يا سبحان الله. السن ده والجرح ده في الطب العادي او التقليدي ملوش حل. هما فعلا راحوا الدكاتره كتير وغيارات وكريمات وكده. احنا انا اللي انا بعمله بفضل الله يعني ان انا بعالج المشكله من جذورها. مش المشكله ان الجرح يتحط عليه كريم او عسل او اي حاجه موضعيه، اساس المشكله ان الدم مش واصل، فانا بخش جوه للدم جوة في الشرايين وازقه اوصله للجرح عشان يقفل. ايوه دي الجلسات اللي هي الاسري اللي هو العلاج بالاوزون. طبعا بنته كانت خايفه جدا وقلقانه، اول مره تسمع عن حاجه زي كده. والدها راجل كبير في السن، فخايفه الموضوع يبقى ليه اعراض جانبيه. قلت لها لا مفيش الكلام ده، ملوش اي اعراض جانبيه، ما تخافيش خالص. فهنبتدي معاه ونشوف الاخبار ايه. بس انا الحاله دي بقى يعني كان يعني عندي مثلا امل بنسبه 70% بقى. يعني في حالات ثانيه قلت لحضرتك انا ما تعاملتش معاها قبل كده، فالموضوع هيبقى صعب شويه. زي الحاجه كاملية. زي الحاجه كاملية كده. انما الحاله دي انا يعني عاصرت او عالجت حالات زيها قبل كده مشابهه. فقلت لها ان شاء الله هنتوكل على الله هنبتدي. قالت لي في السن ده وهيبتدي. قلت لها ان شاء الله يعني في السن ده هتطلع خلايا جديده وهتقفل. وفعلا بفضل الله الحمد لله لغايه دلوقتي يعني وصل حالة تقريبا 75% من الشفاء، ومكملين معاه في العلاج الحمد لله يعني ان شاء الله. طيب اللي متابع معانا الحلقه ومركز كده في الكلام اللي قاله الدكتور علي، انا بقى بقول بصوت عالي تنبيه هام. تنبيه هام يعني ايه؟ يعني الدكتور علي بيقول ان الحاج محمد هنا مش مريض سكر، ومع ذلك كان في قصور في الدوره الدمويه. ليه يا دكتور علي؟ قال لك عشان بقى في قصور في الشرايين، وان الشرايين يعني بيبقى فيها تصلب والكلام ده كله، وده ايه؟ قال مع تقدم العمر. اذا بقى واحد يقول ايه انا حللت انا ما عنديش سكر انا كويس، لا، مع تقدم العمر الصحه بتقل، ومع تقدم العمر مشاكل كتير بتجينا. وكان فضيله الامام الشعراوي الله يرحمه كان بيقول الصحه مرتبطه بالعمر، وهذه كلمه موجزه فعلا، الصحه مرتبطه بالعمر. ولذلك بعض الناس اللي هي بيكون حتى السليمه تاخد بالها انه ان بيحدث كسور في الدوره الدمويه باستمرار لما بنكبر، نتيجه بقى اكل الدهون واكل الزيوت والزيوت المشبعه والكوليسترول، لان الشرايين دي عباره عن زي انبوبه الجاف كده، فبيترسب عليها هذه المسائل، فالدم ما بيمرش بشكل جيد
في الـ في الـ في هذه الشرايين والاورده مما لا يصل الى الاعضاء الحيويه في الجسم زي القلب مثلا. القلب ده المضخه اللي عماله من اول ما الانسان اتولد بتدب، هي بتدب نتيجه الدم اللي راح محمل بالاكسجين، ما دون اكسجين بيقف القلب وخلص الشغلان. عشان كده بنقول ننتبه في هذه الحلقه، والكلام ده كلام جيد جدا وكلام غالي، كلام من ذهب فعلا، ان احنا نسمع كلام العلم وان احنا نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. واهم شيء في الدنيا هي صحه البني ادم، ولذلك بقول نحرص تماما على متابعه مثل هذه البرامج علشان خاطر التوعيه الطبيه او بما يسمى البيشنت اديوكيشن. طيب دكتور، يعني اذا هناك الكثير من المشاكل اساسها القصور في الدوره الدمويه. بالظبط كده، ده رقم واحد مثلا. تمام، اتفضل. حضرتك انت قلت نقطه جميله جدا برضو، اللي هي قصه ان احنا ننتبه وان بيحصل قصور في الدوره الدمويه مع كبر السن. لا، انا بيجي لي ناس شباب وعندهم قصور في الدوره الدمويه. نعم. ده بيبقى ليه ساعات بيبقى ليه علاقه بال يعني بالوراثه، بيبقى الاب او الام او حد في الاسره برضو نفس القصه بيبقى بيعاني من قصور في الدوره الدمويه، او ليه علاقه بقى بعدم يعني ما فيش رياضه، محدش ما بيعملش رياضه، حد مدخن صغير في السن في العشرينات في الثلاثينات، حد لا مدخن ولا بيعمل رياضه ولا اي حاجه خالص بس بياكل غلط زي ما حضرتك قلت بالظبط كده، اللي هي الزيوت المهدرجه اللي هي السمنه بقى الهولندي والحاجات دي كلها والتكاوي والكلام التكاوي والحاجات السريعه دي. طبعا الاكل هو الفاست فودز اللي هو النون هيلثي اللي هو طعمه حلو وجميل ده وبتاعه، فرحانين بيه احنا فرحانين بطعمه بس ما نعرفش اضراره الدخليه المصايب السوداء. فبيجي لي ناس عندها في العشرينات والثلاثينات، يعني انا معايا السكرتيره في العياده بتاعتي في الدقي نفس القصه، يعني بنت لسه 25 سنه وتنميل في رجليها والذاكره راحت خالص. الاعراض دي المفروض تحصل في حد مثلا فوق ال 65 في ال 70، اعراض الشيخوخه لا دي بقى شيخوخه مبكره. فاحنا عايزين ننتبه للنقطه دي، نعمل زي اليرت كده، نعمل زي جرس انذار يقظه. لو حد حاسس ان هو بقى ينسى كتير، الذاكره مش مظبوطه، التركيز مش مظبوط، ابتدى في تنميل يحصل في الاطراف، في الشتاء داخل علينا اهو، يبتدي يحس بساعه زياده على اللزوم في الاطراف، ان دي بتزرق او رجليه بتزرق ساعه زياده على اللزوم، الحاجات دي كلها الانهاك العام، ان انا الصحه مش ولا بد، ان انا ما بقدرش اعمل مجهود، لما بطلع سلمتين ثلاثه ببتدي انهج، وانا لا مريض قلب ولا مريض سكر ولا مريض اي حاجه معروفه مرض مزمن. فلا، فانا ناخد بالنا ان احنا كده في مشكله عندنا في الدوره الدمويه. خلايا الجسم زي ما قلنا في بدايه الحلقه 90% من الطاقه بتاعتها بتستمد من الاكسجين. طيب لما خلايا الجسم دي الاكسجين يقل. طب امتى الاكسجين بيقل؟ الاكسجين ده محمل في الدم. تمام. طيب لما الدم ما يوصلش كويس لخلايا الجسم، بالتالي الاكسجين مش هيوصل كويس، بالتالي الخلايا كفاءتها هتقل. فكل حاجه، كتير ناس يقول لك مثلا ايه، جاله هبوط حاد في الدوره الدمويه، سبب الوفاه هبوط حاد في الدوره الدمويه. ما عضله القلب دي زيها زي اي عضله في الجسم. الذبحه اللي بتيجي، تمام، يعني واحد ممكن يلعب كوره مثلا ويجي له تشنج في العضله في السمان، يقول لك جاله تشنج، في اوفرلود على العضله، العضله بتتحرك بسرعه، بتجري، بتعمل مجهود شاق، والدم مش واصل لك كويس، فبيحصل لها سبازم تقلص او شد. تمام. فنفس القصه عضله القلب، لو الدم الشريان تجد الدم اللي واصل لعضله القلب ضعيف، عضله القلب نفسها بيحصل في حاجه اسمها ذبحه، بتحصل ذبحه صدريه. دي مشكله خلايا الجسم كلها، لو الدم مش واصل لك كويس والاكسجين. عشان كده حتى هنلاقي في مرضى السكر، احنا قلنا المشكله الرئيسيه لمرضى السكر قصور الدوره الدمويه، الدم مش واصل الاطراف كويس او لخلايا الجسم كلها. من ادق الاعضاء في جسم الانسان اللي تتاثر بقصور الدم الكلى. حضرتك لو دخلت اي مركز غسيل كلى هتلاقي 90% منه اللي بيغسلوا كلى مرضى سكر. فخلايا الجسم سواء المخ او القلب او سواء الكلى او اي عضو في اعضاء الجسم، لو ما الاكسجين الدم ما وصلوش كويس، وبالتالي الاكسجين ما وصلوش كويس، الجزء ده او العضو ده بيضعف وادائه الوظيفي بيقل كتير. اذا مرضى السكر، يعني معلش الكلام بيخوف لكن لازم ناخد بالنا، يعني الوقايه خير من العلاج. بيقول معظم الناس اللي بتعمل غسيل كلوي او اللي هي عندها فشل كلوي والعياذ بالله بيبقوا اساسا مرضى سكر. ليه؟ لان الدم ما بيوصلش بشكل جيد للكلى، فبالتالي بيحدث في الاول قصور كلوي ثم قصور حاد ثم والعياذ بالله فشل كلوي. وبناء عليه ننتبه لهذه المساله جدا جدا بالنسبه لمرضى السكر بالذات، لان مرض السكر خطير جدا جدا. ولكن طبعا اللي يبقى متابع بشكل جيد واللي مصاحبه واللي عارف كل حاجه في الاول وفي الاخر ان شاء الله يحتويه باذن الله تعالى. وفي ناس بيبقى عندها سكر وتعيش حتى 80 و90 و100 سنه، ما تقلقش خالص، ولكن بس لابد ان احنا ننتبه، يعني ناخد بالنا بشكل جيد. وانا شايف ان الحوار عن موضوع الاوزون
او فكره الجلسات بالاذون. طبعا لسه في كلام كتير لكن مش هنلحق نقوله. موضوع ايه هي جلسات الاذون وبتتم ازاي، ايه الامراض اللي بيعالجها الاذون، ايه حكايه الحقن، يعني هل في جلسات وفي حقن، قصص كتير جدا. لكن انا بس لما بيكون الدكتور اللي معايا بيتكلم عن حاجه بتلفت نظري بحاول ان انا اكلم المشاهد بانه ينتبه جدا لمساله، يعني مساله ناخد بالنا حكايه فشل كلوي وقصور كلوي موضوع خطير جدا جدا جدا، وده بيقول ان السكر احد الاسباب اللي بتؤدي الى هذه المساله. هل جلسات الاذون او العلاج بالاذون يفيد بشكل جيد في اللي عنده قصور كلوي سواء حاد او بسيط؟ اتفضل، مش عايز اقول فشل كلوي. وهل لو في فشل كلوي برضه اتفضل. بص حضرتك، احنا المفروض بنبقى في امانه في التعامل مع المرضى. اتفضل. لو فشل كلوي يعني بمعنى اصح وصل الغسيل خلاص، يغسل وبعدين يجيب. انا في حاله اوريدي دلوقتي معايا من سوهاج، كلمني اول مره وهو في سوهاج، قال لي انا الكلى وظائف الكلى كرياتينين 10.9 يا كتير قوي، فعايز اجي لك. وانا كان حاله برضو اتعالجت في سوهاج، كان عندها قطن سكري، كان حاله من ضمن انجاز التعبير من ضمن المعجزات اللي حصلت يعني. فالراجل شاف الحاله دي خفت فتعلق تشبس يعني. انا مش عايز اخش بقصه الغسيل، قلت له مش هينفع حضرتك تغسل وتجيلي، تغسل على الاقل خلاص غسلتين ثلاثه طوارئ وتجيلي. تمام. وفعلا الحمد لله بدانا، جت كانت 7.8 نزل 6.8، نزل واحد في الكرياتين، ده رقم كبير في حوالي مثلا 4-5 جلسات. لو في قصور في الكلى، الكلى زي ما قلنا الدم اللي وصل لها بيقل والاكسجين، بالتالي خلايا الكلى بتضعف فبيحصل قصور في الوظائف بتاعتها. لو القصور ده ما وصلش لمرحله الغسيل، ممكن مع الادويه والعلاج اللي بتاخده نزود جلسات الاذون، هتفيد ان شاء الله، هتحسن من وظائف الكلى. لكن لو القصه عدت ودخلت مرحله الغسيل، فانا مش بغامر بحياه المريض يعني. انا مش من النوع كده كده هو بيغسل وممكن ياخد جلسات، وبعد ما يغسل يبقى يجي لي ممكن يعني احنا نحاول نلحقه ان هو يمشي في قصه الغسيل بعد كده. احنا نظبط وظائف الكلى ان هو يمشي. لكن اللي عنده مثلا وصل لمرحله قصور كلوي، وده طبعا بيعرفه من الطبيب المعالج اللي هو طبيب مسالك البوليه، او يكون مثلا نسبه الزلال عاليه، او يكون في نسبه ورم في الجسم في بعض الاطراف نتيجه احتباس سوائل، الحاجات دي كلها لابد ان احنا نتثقف ونقرا ونفهمها يعني. يا ريت الحاجات دي مهمه جدا، لان اهم حاجه زي ما انا قلت صحه الانسان. لو في حاله قصور قلوي ممكن جدا يتم العلاج بالاذون يجيب نتيجه. ما احنا قلنا لو القصور القلوي ده داخل قبل مرحله الغسيل ممكن ندي فرصه. احنا في كل الاحوال الكلى شغاله. هل الكلى شغاله تحتمل ان احنا نجرب او ندي معاها جلسات اذون، ولا الكلى مش شغاله خالص وفي والكرياتين عالي جدا والبولين عاليه جدا فلازم يبقى في غسيل؟ احنا بنقيس الموضوع ساعتها على حسب مصلحه المريض. هل المريض قدامه فرصه ان احنا نجرب او نعمل ندي معاه جلسات، بندي جلسات وبيستفيد ان شاء الله في حاله القصور بحسب درجه القصور يعني. دكتور علي، سعدت بلقاء حضرتك جدا جدا واستفدت كتير اعتقد، والساده المشاهدين اللي تابعونا استفدنا كتير. ولكن طبعا انتهى الوقت الآن، ولكن لم ينتهي الحديث بيننا فيما بعد إن شاء الله بإذن الله. كما نرجو إن شاء الله وندعو أن ربنا عز وجل برضو يكون الدكتور عمرو السعيد إن شاء الله يكون معنا، اللي هو استشاري ودكتوراه علاج الألم، وطبعا عنده بشريات جميلة جدا إن شاء الله بإذن الله نسعد بها هنا. شكرا لك يا دكتور علي. العفو. في نهاية اللقاء أشكر باسمكم الدكتور علي محمد السنوسي، طبيب بشري متخصص في العلاج بالأوزون والطب التكميلي. شكرا لك يا دكتور. عفوا. كما بشكر كمان أسرة العمل، كان في الإعداد عمرو خليفة، وكان معنا في التصوير محمد عزب، وطبعا بشكر مخرجنا الجميل أستاذ محمد الكيلاني، وهذا أحمد يوسف كان معكم مشاهدينا الكرام. أسعد الله يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.